حاسيب بوحدي إنه قصر لما تي ترنتي إسجينتي يسوساريستي نتيجة دور شوين كإسكوسيت كنيد مالنتي دور شذا سوق بسون تي صدق تون كي بشي نوفمبر لبكون يافر يلبات ما أنت أي تاريخ لو تهاي سجالي تون كي بشي كوبي تبنات لبكون يافر يلاتن وحنو هلكن كل شيء عندنا نتيجة دور شذا مدحوينها كحجينك مدحوينها يدور شذا توسك أصحاب تقرنك كميشن كدور شوين كقرن كواتشيبات كود يقو قدنية وحان لبدي سنوضو دي قدن بي يكو مشغول سنين ديارينتا قابينتا يفولينتا دور شوهو فن حرية حلالة او موادنينتا جمهورية سومالي لان سنو بدون وقو عوديان مدحوينها كحيجين كمدحوينها يو دور شادة اسحابتا سلو قال ايو الكاس لو نقوتو مسؤولية داس وحا كميشن كدور شوين كقرن كو يعني قدوميها وهي سمايان وحقبض يسبدل المهم وه إن يدور الشذو قبصنت وحقبض لو حكم إذا عسريين يدبو هبين تا أنو كل سمايان نظام كديوان جلين تعود بحياش وحنهرو مرن النظام كأخرس كبؤدة أما هير جلين تا Iris Biometric Photo Verification System قلب كي يندام كي كشقين لها وحكميش كدور شوين كقرن كدما يستري دمان سياسة ده يحير ندام ياشا لغا مارمان كأوه فلينت دور شوين هفن أو تياله لغونا كالصونان كرو نتيجة ده كميش كدور شوين كقرن كو وحا او كقول يستئينو سمايو معمول دادتين هير قبل يهير دقماش كميش كدور شوين كقرن كو وحمل مري النظام كهول جلنتا شغالها يهول وذا النذا كهول جلي دور الشذي إنه قبصنتي كميشة كدور شوي قرنكو يجوا كاشنا يا شغالها خبرة شغالة خبرة أولى يا شغالة عالم يبا وحنو صمين دور الشو دراسة كل الدون الله قيمين لو قيمية ديار جروجا دور شوي إنك يو لما يسترك أجبك يهبر عيلا taamaha oo dhameeyna waxaanu sameeynaa qorshayaal mudaysan oo lagu hagaajiyo doorashooyinka tooska ah oo sahleysa in ay noo dhacdo doorasho qurux badan xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka iyagoo ka duulay masuuliyadda qaran ee saaran waxaanu ku bixinay dadaal dheeraad ah oo hadii habeen ah si loo hirgelin lahaa doorasho xor iyo xalaal ah aniga oo ah gudoomiye komishanka doorashooyinka qaranka waxaan u mahadnaqaya marka ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu suurtageliyay inay doorashadu ino dhacdo mar labaad man la yashka nas la yashka kullah waxaan halkan ugu mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ilaahay ka soo suurtageliyay inay doorasho qabsoonto wax kasta oo commission-ku ula tagana sidii annagoo madax bannaan sidaan doonaynay noogu fuliyay waxaan kale lagu farxaa ah in boqolkiiba 57 in ku dhow laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka waxaan kale mahadcelinayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dulqaadka iyo samirka badan ee ay muujiyeen muxuu ahaa maalintii ay codeynayeen waxaan laba ilaawi karaynin doorka iyo muhiimadda ay ka qayb qaateen ciidamada qaranka ee kala duwan waanan u mahadcelinaynaa mid aanu ilaawaynayna maaha waxaan halkan uga mahadnaqayaa bogaadinaya walaaladay saaxiibadayda komishineerada garbahayga taagan oo aanu ku wada shaqeynaynay muxuu ahaa wada shaqeyn dhow wada tashi iyo go'aan mida waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaweynaha heer qaran heer gobol iyo shaqaalaha laga qaatay jaamacadaha dalka kala duwan oo duruufo adag iyagoo ku shaqeynaya haddana u dhowr adeegay oo suurtageliyay in doorashadu ino dhacdo waxaan kala u mahadcelinaynaa culimada
يجنع ستادا يوح قردك نلبر برتاقنا دعادا وحنو مهد علينينا ورهد بلشادا محليقا وحن سيقار او مهد علينينا بيلاح امحوها بيش عالمك خاصة دولد انجريسك دولد تايوان ميدوغا يورب يهايدا NMID انتا كسوكو وحنو مهد علينينا دمان عيدي نقا عاوي سيهر قلين تدور شوين كيس سارنيد ولا ليا الشعب كسومالي لانو تاريخ ايام ما انت قرص محوها قرص اين قرني تاريخ راس قرن هانتي وناقة ايو قروح ذا السومالي لانا صوص هرتي وحان الله يقبر يا ان دور الشدا ان وقب صونتي اي وحكا بدلي دونتو وحيا بابدن ودل كينا اي هرو امرين دونتو سومالي وحي هرو تري قال لا بني كمو ود قسليس لكن رغوا ارن كان يا اقبل كان وحن ذكر تشينينا ان سخلك سخلك سنمو يا ودن جعيل له لغو اقبل دوره نتيجه سو سوتا سده هو خير كدغيو كوميشن دور شوين كقرن جمهوريه الصومالي لان مركو اركاي قودوبكا 183 احر نمبر 91 2023 مركو أركي قضبك بقولي أفري بقولي اللي هي أفرتناد إحر نمبر 91 2023 مركو أركي قضبك صدق هي سجع الشناد فقردي سكوباد إحر نمبر 91 2023 مركو أركي قضبك صدق هي سجع الشناد فقردي سلاباد إحر نمبر 91 2023 مركو أركي قضبك صدق هي سجع الشناد فقردي سستحاد إحر نمبر 91 2023 مركو أركي قدوب كسد هي السجع الشناد فخر ديس أفراد إيس لحير كاس مركو هلاي لما نتيجوين كدور شوين كمدحوينها كحجين كمدحوينها يحس بيا ذقرن كإحر قوبد دجمو إحر قبل وحومان تو أي تاريخ ذو تهي سجالي طبعا كي نوفمبر لو كوني أفر لبعتن سر رسمية ugu waaqaya natiijada ku meel gaarka ah ee heer qaran ee doorashooyinka madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka waxaan yeelin doonaa natiijada xisbiyada qaranka tirada guud ee codaysay doorashada xisbiyada qaranku waa 600 600 800 oo u dhiganta بقول كيبا صدح يو كونتون تريدو قود اي عوضاتك انصحا اه دورشادة حسبية دا قرنكو والليح بقول اي صدن كون سيديد بقول اي اللبية طبان او اوديغانتا بقول كيبا سغال سيديد يا سغاشن بقول كيبا سيديد يا سغاشن تريدو عوضات حمادي اي دورشادة حسبية دا قرنكو والليح يطبان كون اي اللبية صدن او اوديغانتا بقول كيبا laba tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran koow tirada codadka ururka barwaaqo helay waa 16,802 tirada codadka ururka rajo helay waa 2,038 tirada codadka ururka horseed helay waa 87,218 tirada codadka ururka tala wadaag helay waa 6,080 tirada codadka xisbiga u cid helay waa 10,105 tirada codadka ururka ka helay waa 132,507 tirada codadka ururka helaa helay waa 19,596 tirada codadka ururka shacabku helay waa 2,014 tirada codadka xisbiga wadani helay waa 2,216,000
tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 108,100 natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo doorasho iyo ku xigeenka madaxweynuhu waa 607,836 tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 608,602 tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582 tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xisbiga wadani helay waa 407,908 cod oo u dhiganta 63.29 tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 252,519 cod oo u dhiganta 34.18% tirada codadka xisbiga u cid helay waa 4,699 oo u dhiganta 0.74 ama 0.74 ma jiro xisbi ama urur helay 20% codadka gobol kasta sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen 1 xisbiga wadani 2 ururka kaah 3 xisbiga kulmiye halka natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guuleystay mudane maxamed cali cabdi maxamud ugu dambeyntii sida ku cad qodobka 108-aad fikradda koowaad xarafka xa iyo qodobka 106-aad fikradda afraad komishanka doorashooyinka qaranku waxuu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinaya maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah allah mahadleh